بين إقرار قوانين ورفض بعضها سارت وقائع جلستي مجلس الأمة العادية والتكميلية هذا الأسبوع إلى جانب مناقشة موضوعات عدة استدعت مواقف وتصريحات برلمانية متنوعة. نعم، استجواب موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء من 3 نواب و5 محاور، وذلك ضمن الأسبوع البرلماني فيما عقدت اللجان اجتماعاتها وتداولت المدرج على جدول أعمالها. رفض مجلس الأمة في جلسته العادية تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية فيما يتعلق بسحب وإسقاط الجنسية. كذلك رفض المجلس قانون العفو العام ورد تقرير اللجنة البرلمانية لشؤون الداخلية والدفاع بشأن قانون المسيء لتعديل بعض النصوص التشريعية. وعلى هامش الجلسات استلم رئيس مجلس الأمة صحيفة استجواب مقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من قبل 3 نواب وهم النائب الدكتور وليد الطبطبائي والنائب مرزوق الخليفة والنائب محمد براك المطير، ويتكون الاستجواب من 5 محاور. تم طلب من مجموعة من الأخوة النواب مقدمي قوانين تعديل الجنسية والعفو الشامل وقانون الانتخاب وما يسمى جزافا بقانون المسيء، وتم التصويت على أن تستمر الجلسة لحين الانتهاء من 3 قوانين. وبكرة عندنا قانون بتعديل أحد مواد قانون الشركات، وكذلك من الضرورة بالمكان أن نذكر الجميع على ضرورة الحضور يوم غد لأن سنصادق على اتفاقية تبادل المتهمين بين الكويت وبريطانيا. تم النقاش في موضوع التعديلات الجنسية. ما عندي شك مثل ما ذكرت في كلمتي داخل المجلس بأن كل من هو جالس على كرسي قاعة عبد الله السالم حريص على مصلحة الكويت، ويجب أن لا يقسمنا أو يفرقنا قانون، إنما هناك وجهات نظر متباينة انتهت وحسمت في التصويت. كذلك الأمر بالنسبة لقانون العفو الشامل انتهى بالتصويت برفضه، وفيما يتعلق بقانون المسيء أو الانتخاب كان هناك فرصة للوصول إلى حل يتم التوافق عليه، لكن يمكن الإرهاق وطول المدة صعب أن نحصل على الصيغة الملائمة لتحقق الحد الأدنى من التوافق، فصار في اتفاق على إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. قدم لي صباح اليوم استجواب مقدم من الأخوة النواب الأفاضل دكتور وليد الطبطبائي والنائب مرزوق الخليفة والنائب محمد المطير، استجواب موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء مكون من 5 محاور، واتبعت الإجراءات اللائحية وأبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء وفق الإجراءات اللائحية المعمول بها، وسيدرج في على جدول أعمال الجلسة القادمة لتحديد موعد لمناقشته، يعني سيدرج على جلسة 25 الجلسة يعني عدل 25/4 لتحديد موعد لمناقشته. وعلى صعيد أداء اللجان البرلمانية فقد تم البحث والمناقشة في العديد من المقترحات النيابية وتمت الموافقة عليها وتحويلها إلى المجلس الذي وافق عليها في جلسته العادية والتكميلية، خصوصا فيما يتعلق بقانون الشركات والاتفاقية الأمنية بين دولة الكويت وبريطانيا. بفضل من الله سبحانه وتعالى اليوم تم إقرار التعديل المقدم على قانون الشركات اللي تقدمت فيه مع مجموعة من الزملاء الأعضاء بمداولتين. الفكرة الرئيسية من إقرار هذا القانون هو المساهمة في تحسين بيئة الأعمال بشكل عام في الكويت، والمساهمة أيضا في تحسين مؤشر الكويت في تصنيف البنك الدولي بما يتعلق في تحسين بيئة الأعمال. عقدت لجنة شؤون خارجية اليوم اجتماعها ونظرت في جدول أعمالها، كان أبرز ما على جدول الأعمال هي الاتفاقية الموقعة بين حكومة الكويت وحكومة بريطانيا حول تسليم مجرمين، واللجنة أعدت التقرير ورفعت التقرير لمجلس الأمة. اجتمعت اللجنة المالية اليوم وبحضور ضيوف اللجنة من وزارة المالية ومن التأمينات الاجتماعية لموضوع استحقاق العسكريين المتقاعدين الذين شملهم قرار 495 بفترة من 28/4/2008 إلى 31/12/2009. هذا وتنظر اللجان البرلمانية الأسبوع المقبل العديد من الملفات والمقترحات المدرجة على جدول أعمالها. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.